السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المرضى من صحيح البخاري. نريد أن نسرع في كتب البخاري، نوليها أهمية للأهمية، نوليها أهمية للأهمية. باب شدة المرض. نعم، باب شدة المرض. السلام عليكم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينا والحاضرين والمسلمين. امين امين. طيب، البخاري والله تعالى عليه وتعالى بدوم يعني الصالحين. نعم، قالوا لم ننهي الباب الذي مضى. الباب الذي مضى قد تكلمنا عنه في هذا الباب، وبينا بأن الله تعالى يجعل المنافق ينهار بنفاقه كأنه لا يبتلى، لأنه لا يبتلى في الدنيا، ولكنه يكون مثل الأرزة أو الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله جل وعلا. ما يريد له بخير يصب منه، هذه فيها دلالة على أن المبتلى قريب. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، يعني امرأة لم تشتكي قط؟ قال: لا خير فيها، ما نريد منها شيء، لا خير فيها. هذا في ضعف، لكن حقيقة الأمر بأن العبد القريب إن الله تعالى يعني يجعله في هذه الدنيا يعني يتعرج حتى يبتلى مرة، يترك مرة، يبتلى ثانية، من أجل أن يعني يقف أمام ربه بصحيفة بيضاء نقية. ولذلك قال: من يرد الله به خير يصب منه، يعني كالكير يدخل، يعني الكير ينفي الخبث، كالذهب يدخل النار ثم ذلك يكون لمعانه فائقا، فلمعانه يظهر في هذا الباب. قال: من يرد له بخير يصب منه. الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالعباد، ما أصاب المؤمن نصر ونصب إلا كان كفارة له. البلاء على المؤمن علامة قرب. صحة القياس: إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه. باب شدة المرض. قال البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، قال كتاب المرض، قال: باب شدة المرض. قال: حدثنا قبيصة. قبيصة بن من؟ بن زايد؟ ابن عقبة. قبيصة بن عقبة، ها؟ السوائي. قبيصة السوائي من الثقات الأزواج رواه الله وجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان بن الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن الأعمش. والأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأزواج رواه الله وجماعة. قال: حدثني بشر بن محمد. بشر بن محمد من الثقات الأزواج. أخبرنا عبد الله. عبد الله بن من؟ المبارك. الله أكبر. هنا خلاص أنت يعني علمت من طرف الأسناد أنه إذا أطلق في عبد الله تعلم أنه ابن المبارك. ممتاز. ممتاز. عبد الله المبارك هذا رجل مبارك، وهذا المجاهد الفقيه المحدث العالم النبيل. نعم. رحمه الله. قال: أخبرنا شعبة. شعبة مين من في الحديث؟ قال: عن الأعمش عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة من المخضرمين ومن ثقات الأزبات رواه الجماعة. عن مسروق. مسروق أبو عائشة من أذبة الناس أيضا في عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من المخضرمين أيضا هو. رحمه الله. قال: عائشة رضي الله عنها. عائشة سيد نساء العالمين، وهي أعلى من نساء الإطلاق. أنا قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف. صلى الله عليه وسلم. محمد بن يوسف الفريابي من الثقات الأزبات رواه الله وجماعة. قال: حدثنا سفيان. هو الثوري أمين من في الحديث. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي من الثقات الأزبات. عن الحارث بن سويد، وهو أيضا مقل عن ابن مسعود لكنه من الثقات. عن عبد الله رضي الله عنه. هذاك أيضا النبي الشامي. عن عبد الله مسعود رضي الله. عن من؟ عبد الله. وعبد الله هنا الإطلاق هنا في عبد الله يكون عبد الله بن مسعود. عبد الله مسعود رضي الله عنه رضاه صاحب الوسادة أن عليه من حسوا. رضي الله عنه. أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن لك أجرين. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عن خطاياه كما تحات ورق الشجر. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هو حديث عظيم، فيه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتلى كما يبتلى المرء، بل ويشتد عليه البلاء، وهذه رفع في الدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين. شوف، انظر حب الله لعباده ما يجعل لهم من أمر الدنيا من شيء. وحديث عائشة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، أخرجه الترمذي من حديث أبي وائل عنها، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم والنسائي، شيخه فيه محمد بن يوسف هو الفريابي. نعم، كما نص عليه أبو نعيم وسفيان بعده هو
الإمام الثوري. هنا قالت ما رأيت أحدا أشد وجعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء من الركوة ويضعها على رأسه يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وكان يقول لعن الله اليهود والنصارى تفضل قبور أنبياء ومصالحين مساجد. لما دخل ابن صلى الله عليه وجده يوعك وعكا شديدا، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يتألم، وشوف المرض في النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أجمعين. ولكن كما قلت هذا محبوب لله جل في علاه، لتعلم أن عاقبة الأمر كله إلى خير، وأن الله جل وعلا ما ابتلى المؤمن إلا لمكانته عنده، وما أراد الله جل وعلا به إلا أن تكون صحيفته بيضاء نقية. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب المؤمن من نصب وعصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوى إلا كانت كفارة له. ولذلك دخل ابن مسعود فوجد يوعك وعكا شديدا، قال إنك توعك وعكا شديدا، قال وعك وعكا رجلين، قال لك أجر رجلين، قال نعم. وقال من المسلم يصيبه أذى إلا حتى الله عنه خطاياه كما تحت ورق الشجر حتى الإصبع، أما يفعل ذلك به ويتألم ألمه ذلك يعني يرفع عنه خطايا، يرفع عنه سيئات مما يقع فيه. فلذلك لابد أن نعلم علما يقينا بأن هذا من باب رحمات الله جل في علاه على عباده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان نبي من الأنبياء لا يبتلى بالقمل حتى يأكله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وإن كان النبي من الأنبياء لا يفترى لا يبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبها، وإن كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء. وهذا كان أخرجه الحاكم وصححه، وأيضا في مصنف عبد الرزاق وهو حسن. وهذه فيها دلالة على معنى أن البلاء ينزل بالأنبياء أشد مما ينزل بغيرهم. ولذلك في الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. من الناس فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب ذلك، فما أبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وهذا الباب باب مهم جدا، ولذلك قال مثلا تحت المعاصي تحت كما تحت ورق الشجر يعني تساقط. وهذه شوف، ولذلك قلنا بأنك إياك أن تعير أحدا بمعصية أو بسيئة قد وقع فيها، فاعلم أن الله تعالى يجربه على كل وجه من أجل أن يطهره من كل معصية، فإنه يبتلى بالهم أو الغم أو الحزن أو الشوكة يشاكها، أو يبتلى بفقد خير وحبيب وغير ذلك. كل ذلك من البلاء التي ترفع الدرجات. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فأمر رضي فله الرضا أما سخطف عليه السخط. فالمسألة هنا في هذا الباب هو أنه الله جل وعلا يأبى على عبده أن يأتيه بصحيفة ملوثة، يأبى على عبده أن يأتيه بصحيفة مخلطة، ما دام أحبه فإنه يطهر منه، وتطهيره في هذا الباب. حتى أصلا الصلوات حتى الوضوء غير ذلك من الطاعات التي تطهره، فإن الله يطهره أيضا بالبلايا. الحمى مهلكة للسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك ما من مرض يصابه المرء المسلم إلا كان كفارة له مما وقع فيه. الفوائد المستنبطة: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل البلاء على المتقرب، البلاء مهلكة للسيئات والخطيئات. نعم. الباب الذي بعده في نفس الكتاب: قال المقيم الله بان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الله أكبر. قال رحمه الله حدثنا عبدان خير عبدان نعم هو نبي رواد الخير شوفوا عثمان نعم قال عن حمزة وين أبو حمزة السكري تعرف لما كانوا يسمونه أبو حمزة السكري واسمه محمد بن ميمون نعم محمد بن أبو حمزة السكري لما 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 قالوا بأن لقبوا بذلك أحب السكر سيد يعني أسرعت في الإجابة وكان يحب السكر ويبيع السكر ويعطي السكر. ولذلك يا ابن عمر لما سمع قوله تعالى أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون كان يشتري السكر أو الحلوى ويعطيها للناس لأنه كان يحبه جدا. نعم تفضل فيه. وقيل أيضا كلامه كان كالسكر، كلامه كان فصيحا بليغا بينا. قال عن الأعمش سليمان بن مهران بصيغة الأزبات روى له الجماعة. عن إبراهيم التيمي أيضا من الثقات. عن الحارث بن زهير هذا تبعي يروى عن تبعي وهو من الثقات. عن عبد الله هنا الإطلاق هنا في الآخر هو عبد الله بن إيش؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. يا ابني أنا قلنا بسأل عبد الله بن إيش؟ الحمد لله يلا نتم.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه صاحب الوسادة وسواك النعل. نعم. أنا قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصب أذى شوكة طرح ورقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. نعم. هنا في هذا الباب أيضا قال عبد الله: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يوعك وعكا شديدا. هو كرر هذا، لكن كرره في شدة البلاء على الأنبياء. قال: أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: لك مثل أجر رجلين. قال: نعم. فهذه فيها أيضا التفقه بين يدي العالم، وأيضا المبادلة في النظر والكلام، لأنه قال: إني أراك توعك وعكا شديدا، قال: أوعك وعك رجلين منكم. هذه فيها أن البلاء اشتد على الأنبياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وأكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد يعني فإن الله قربه سبحانه جل وعلا بالبلاء، بزيادة البلاء. قلت: ذلك لك أجرين، أن لك أجرين. قال: أجل كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفى الله بها سيئاته. قال: تحط الشجرة ورقها، أو كما تحط الشجرة ورقها. وشوف الورق أنها تساقط، مع ذلك أنه يقول يتساقط، السيئات تتساقط. هذا فيه لفتة عجيبة في التساقط. هذا إيش هي؟ الأنبياء أشد بلاء، إصابة المؤمن علامة على محبة الله له، أسباب الرحمة كثيرة. نعم. أقول سيدي. فيها ثلاثة أشياء: أولا رفع القدم، أن الشرع متشوف لتكفير السيئات. ممتاز. هذه واحدة، أن الشرع متشوف لتكفير السيئات وتطهير المكلف من الخطيئات. أقول ثاني، أن هناك ذنوبا يعني تكفر دون توبة لأعمال الصالحات. بلاء احنا نقول أصل عمل الصبر، لكن هو البلاء نفسه سبب في التطهير. هي ممكن أن نقول في قولي تحط الشجرة كما تحط السيئات كما تحط الشجرة ورقها، معناها أنه يسقط الذنب من جذره، ليس له توابع، يسقط الذنب من جذره، وهذا من أعظم ما يكون رحمة بعباده. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.